الدعوة الكريمة اللي أنا لخبطت الدنيا كلها عشان أجي أخذ بركتها مع الأستاذ يوسف والبورد بتاع الجمعية، جمعية العذراء أم النور والبابا كيرلس السادس، اللي هي البناء بالحب والأمل. أنا المؤسسة دي تشتغل عندي في الإبرشية والإبرشيات المجاورة، لأنه أنا سنتر حركة. بتشتغل أول حاجة في السكن، وعمل أوضة مع حتة صالة بدورة مية. والحق يقال للأمانة، يعني الشغل ماشي على قدم وساق، يعني الشغل متسارع، ولو حد قصر من المنوط بيهم الخدمة ألاقي تليفون ولا رسالة من الأستاذ يوسف: يا سيدنا فلان مقصر، لسه ما بعتش المشروعات، أو لسه ما صرفش الفلوس، أو الشغل الفلاني اللي اتفق عليه. على طول متابعة 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 في هذا الاتجاه. وأعتقد أنا شخصيا خلال فترة مش بعيدة بنعمة ربنا لن نحتاج اللي شغل في السكن، هيكون يعني الدنيا توفرت بنعمة ربنا من خلال المؤسسة بتاعتكم ومؤسسات تانية برضو زيها، برضو علشان نبقى منصفين في العمل. شغال في مؤسسة في شغل السكن وفي شغل تزويج البنات، والحقيقة ده موضوع مهم جدا، و يعني السبورت فيه محتاجين له بشكل غير عادي، خصوصا الدنيا غليت بزيادة خالص، و يعني كل حاجة دلوقتي قلت النوم تضاعف ثمنها، والفرنيتشر كله بيجي غالي جدا، رغم انه الميتالز بتاعته ولا الماتيريال بتاعته ما هيش كما يجب، لكن الحمد لله ما فيش عروسة كان تحدد معادها إلا وغطينا كل احتياجاتها بنعمة ربنا. طبعاً في ليميت معين تبع المؤسسة بتاعتكم هنا، لكن نتمنى أن هو يزودها شوية، يفتحها شوية. خد بالك يا عم، ما تكلمش مع اللي جنبك يا عم يوسف، ليا طلبات يا عم يوسف، خد بالك، فتح ما ليا طلبات، زودها شوية مع المتجوزين، افتحها شوية يعني هبابة يعني. شغالين كمان مع المشروعات الصغيرة، وده مهم جدا، وخصوصا لما وقفت السياحة كان في عطالة كثيرة جدا في بلادنا في الصعيد، لأنه ولادنا ما بيشتغلوش إلا في السياحة أو الحرف اليدوية. طبعا كله مرتبط ببعضه، الحرف اليدوية تشتغل على السياحة، والسياحة لما وقفت كان في وقف حال في البلد كلها، بدأ يعمل المشروعات الصغيرة، الديب فريزر، التريسيكل، المشروعات اللي هي مكانة الخياطة للست الشاطرة، مكان التريكو بتاع التريكو للشاب اللي يعرف يشتغل عليها كده. المشروعات ده هي ماشية بطريقة كويسة، بس احنا عايزين نطلب طلب، عايزين تعضيدكم. دلوقتي عندنا الطلبة الجامعات الخاصة، تقول لي والغلبان يروح جامعة خاصة؟ أقول لك يعني جاب 95% وما قدرش يخش الكلية هتبحوا يعني، طبعا بيخش جامعة خاصة. وأنا بعمل سبورت لي، وأنا بعمل سبورت لي وما قدرش أطفيه ولا أطفي شمعته زي ما بيقولوا، خصوصا المتفوقين منهم. عايزين الأستاذ يوسف والمؤسسة بتاعتكم تفتح بند للطلبة والطالبات. طبعا السكن بيجي غالي جدا في 6 أكتوبر وفي جامعة بدر ومش عارف فين وفين 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 وفين، ده يعني العملية بقت وهي موسمية الحقيقة، خصوصا في دخول المدارس والجامعات
يعني هي دي بتبقى محتاجة دفعة قوية. والخط التاني اللي أنا هطلب بيه الأستاذ يوسف، هو في ناس بتساعدنا فيه لكن الحقيقة بيجي اللود زيادة، وهو العلاج للمرضى. العمليات النهاردة اللي كانت ب5000 بقت ب15 وبقت ب20، اللي هي عملية الزايدة. عملية الزايدة بس بقت فتح الخراج بقي بإيه؟ حاجة يعني. فأرجو بنعمة ربنا زي ما ربنا ادالهم نجاح ونعمة في موضوع السكن، موضوع تزويج البنات والمشروعات الصغيرة، ياخدوا بالهم من الطلبة وياخدوا بالهم كمان من المرضى. في كل إبرشية فيها مركز للرجاء، لأنه العمليات النهاردة لسه حد بعت لي على الموبايل خدت جوزها عمل قسطرة، خدت فلوس القسطرة، لقي جوزها محتاج عايز دعامة ثمنها حوالي 38,000 كده يعني. كده يعني المواقف دي كثيرة والواحد ما ينفعش يتأخر فيها. أرجو إنه ربنا يبعت لكم خير، تعضدوا المؤسسة عشان تقدر تقوم بالواجب بتاعها. شكرا ليكم، شكرا للجمعية، شكرا اللي بيعضدوها، شكرا للقائمين عليها، شكرا للمتابعين العمل هناك، شكرا للأستاذ يوسف إنه دعاني هنا. ربنا يخليكم، يبارك حياتكم ويعود تعبكم 30 و60 مئة.